أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه ونزلناه تنزيلا. وبالحق أنزلنا وبالحق نزل وبالحق أنزلنا وبالحق نزل وبالحق أنزلنا وبالحق نزل أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه وبالحق أنزلناه وبالحق
وبالحق أنزلنا. وبالحق نزل وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. يتلى عليهم يخرون
يشفعون. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله قل ادعوا الله ولي من الذل وكفى
وقل الحمد لله. وقل الحمد لله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقل الحمد لله. وقل الحمد لله. لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لصاحب هذا المقام وإلى بيت آل بيت رسول الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. لا
استمعنا من آيات الليل بينات تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعالم الإسلامي كله إخوة الإيمان والإسلام